لكن اللي انا عرفته انه حد متغاظنا قوي فبيصرف كتير قوي علشان هي تروح. الحمد لله ربنا ما تفهمني عشان اقول الكلام ده. ولو موت بكره ما عنديش مشكله. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم متابعي قناتي ياسمين في اليوتيوب واخبار النجوم. الحقيقه النهارده حلقتنا حلقه مهمه جدا جدا جدا، وده لاننا النهارده في الحلقه هنناقش تفاصيل وكواليس براءه الفنانه وفاء مكي. كلنا عارفين قضيه وفاء مكي اللي كانت من 23 سنه تحديدا عام 2001. اخذت الفنانه وفاء مكي حكم بالحبس كان حوالي 10 سنين، قضت منهم 3 سنين لغايه عام 2004، وخرجت بعد كده في قضيه تعذيب الخدمتين اللي كانوا عندها مروه وهنادي، وطبعا المحكمه ادانتها في الوقت ده بتعذيبهم وبكيهم بالنار، والمجتمع كله ادانها وخرجت بعد كده من السجن، ولكن لم تعوض وظلت نظرة المجتمع ليها نظرة سيئة جدا، وعمرها ضاع وهي بتعاني من أثار القضية دي. النهاردة شاء القدر ظهور شاهدة كتمت شهادتها لمدة 20 سنة وأكتر، فنانة صديقة لها عرفت إن هي بريئة ولكن ما قدرتش تتكلم في الوقت دوة. النهاردة ضميرها بيأنبها وخرجت واتكلمت ودعمتها في شهادتها دي الفنانة هند عاكف، واللي بنشكرها جدا الحقيقة. وده لأن كنت من فترة بصور مع هند عاكف وجسرت الفنانة وفاء مكي، فقالت لي هند ان وفاء بريئة وفي يوم من الايام هيظهر براءتها، وبالفعل كلمتها دي اتحققت. والنهاردة معانا دليل براءة وفاء مكي من خلال الفنانة ميار الببلاوي اللي خرجت اخيرا واتكلمت على ايه اللي حصل بالظبط في قضية الخادمتين مروة وهنادي، وهنشوف مع بعض كواليس الموضوع كله. ولكن كان لازم زي ما الناس اتكلمت والمجتمع كله ادانها ان الكل برضه يعوضها ولو بجزء بسيط عن حقها اللي ضاع لمدة 20 سنة واكتر، عن كرامتها وكرامة ابنها. لازم الكل طبعا دلوقتي يحاول يعوضها ولو بجزء بسيط. طب ايه التفاصيل وايه اللي حصل بالظبط؟ هنشوف مع بعض، وهنسمع كمان الفنانة هند عاكف، وهنسمع ميار الببلاوي وشهادتها. تابعوا معايا بعد الفاصل علشان نشوف كواليس الموضوع ونرجع لكم مرة تانية. رجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل علشان نشوف تفاصيل براءة الفنانة وفاء مكي. ان شاء الله قبل ما المحكمة تبرأها، ولكن ظهرت معانا الفنانة ميار الببلاوي علشان تتكلم وتقول شهادة الحق اللي كتمتها سنين طويلة، وهنشوف طبعا سبب كتمها للشهادة دي ايه. الموضوع بدأ لما ميار قررت ان هي تتكلم. ميار قررت ليه تتكلم بعد العمر ده كله؟ لان ضميرها بيأنبها وخايفه ان هي تموت او يحصل لها حاجه، وخصوصا ان هي بتتعب كتير وهي كاتمه شهاده حق. واحنا عارفين ان ميار الحقيقه من الناس اللي ضميرها صاحي وبتحب دايما ان هي تقول كلمه الحق، ولكن في الوقت اللي كانت فيه القضيه شغاله كانت خايفه تتكلم، وده بسبب خوفها على ابنها. الموضوع بدأ كله على حسب ما هنسمع ونشوف مع بعض النهارده. هحكي لكم التفاصيل كده بشكل سريع. ان وفاء مكي كانت عندها مروه وهنادي، وهناك احد الاشخاص الذي لم يتم الكشف عن اسمه لغايه دلوقتي كان رجل اعمال، ولكن كان يعني في مشكله ما بينه وما بين وفاء، او يعني في موضوع مخليه طبعا مصار جدا من وفاء وبينتقم منها بشكل طبعا يعني غير معقول. قرر ان هو يضحي بفلوس كتيره جدا جدا ويشتري والد الخدمتين اللي كانوا عندها مروه وهنادي، كان في الوقت ده يعني كان عمرهم حوالي 14 سنه، وقرر ان هو يتفق معاه علشان يدين وفاء مكي، ومن الاخر علشان يضيع عمرها. الاب اخذ بنتينه واعطاهم منوم. البنتين بالمناسبه كان عندهم قراءة. قالت ميار ان هي من 23 سنه كانت والده محمد وكانت بتدور على حد يساعدها في تربيه ابنها، ففي واحده مخدماتيه قالت لها على بنتين وجابت البنتين بالفعل، وطلعت مروه وهنادي للفنانه ميار الببلاوي، فلاحظت وجود صلع عند البنتين فقالت للمخدماتيه لا مش هينفعوا، لا دول عندهم قراءة وما فيش ما تخافيش طبعا ان مش هيعدي
او ابنك او حاجه ما فيش اي مشكله. فقالت لها لا انا مش عاوزاهم. وقالت لها في الوقت ده ان هم كانوا شغالين عند الفنانه وفاء مكي، فالفنانه مايره البلاوي ما رضتش تشغل بنات خوفا على ابنها من المرض الجلدي ده. ونادت البنات ما فيش كام يوم الموضوع ده حصل واتشهرت موضوع القضيه. فسمعت مايره البلاوي الموضوع ده وعرفت ازاي حصل كده، والبنتين طبعا كانوا سلام وجايين يشتغلوا عندي، امال ايه موضوع الحرق، امال ايه موضوع الكي. وبالشكل ده عرفت ان البنات سلام ما فيهمش اي حاجه. طيب وفاء كده ما عملتش حاجه، اللي اكد كلام ميار ان جالها بقى تهديدات وجات لها ورقه من تحت عقب الباب، وورقه كانت بتحط على العربيه ان انت لو شهدتي مع الفنانه وفاء مكي احنا هنذبح ابنك اللي لسه مولود، ابنها محمد. فبالتاكيد كاي ام خافت جدا على ابنها. حصلت مشكله ما بين ميار وما بين زوجها، قرر زوجها ان هو ياخدها ويسافر سوريا وعاد حوالي 6 او 7 شهور هناك. وفي الوقت ده اتحكم طبعا على وفاء مكي بالعشر سنين زي ما قلنا، ولكن يشاء القدر طبعا بعد ما وفاء خرجت وميار عاشت الوقت ده كله، لكن حاسه ان جواها شيء او ضغينه، وطبعا نفسها ان هي تتكلم وتقول شهاده الحق، وخصوصا ان هي حست ان عمر زميلتها او الفنانه وفاء مكي ضاع، وده بسبب نظرة المجتمع للفنانة وفاء مكي. حتى بعد ما خرجت من السجن ما فيش شغل، ما فيش أعمال تتعرض عليها. عارفين طبعا إن المجتمع بينبذ البني آدم أو المجرم اللي طبعا بيتسجن، وخصوصا في قضية زي كده. فإلى الآن تعاني وفاء مكي، إلى الآن تعاني الفنانة وفاء مكي من اتهامات، حتى إن ما كانش في أكل عيشها فبنظرات الناس ليها. فقررت ميار إن هي تعترف ودخلت على خط الأزمة الفنانة هند عاكف وأكدت كلام ميار، وقالت إن ميار اتصلت بيها وبعتت لها رسالة على الماسنجر وكلمتها، وكان صوتها مخنوق وقالت إن هي عايزة تقر وتعترف ببراءة صديقتهم. وعلشان كده خرجت الفنانة وفاء مكي وخرجت الفنانة هند عاكف اللي أكدت كلام ميار. والحقيقة الموضوع كله دلوقتي الموضوع كله يتحول للنيابة، والموضوع كله هيتم فتح القضية مرة تانية، وإن شاء الله طبعا وفاء مكي هتاخد براءة. حتى طبعا بعد كل اللي حصل دوا اكيد لربنا طبعا ليه حكمه، ولكن كفايه ان نظره الناس ترجع تتغير ليها مره تانية، وجايز كل اللي حصل ده يكون ابتلاء ليها. واحيانا في حياتها ابتلاءات كثيره جدا، وقد يكون الابتلاءات دي صعبه جدا في حياتها، ولكن لازم ننجح في الاختبار. تعالوا نسمع بقى ونشوف الموضوع كله والكلام اللي حكيته لكم ونشوفه من اصحاب الشان نفسهم، وطبعا هنرجع ليكم مره تانية. اي حد ده يقصد ان واحد ينتقم منها اكيد الله اعلم كان بينهم ايه، لكن اللي انا عرفته انه حد متغاظ منها قوي فبيسكت كتير. طب قلت بقى جوزي جيب الليل، قلت له بقول لك ايه لو فيها طلاقي انا ماليش دعوه، انا هروح يا بنتي تبقى تقول لك، قلت له ماليش دعوه انا هروح اقول الكلمتين خدوا بيهم خدوا بيهم ما خدوش. انا شفت بعيني ان البنات كانوا كويسين وجم بعد ما جالوا عندها هي ما شفتهمش. عايزه اقول لك حاجه حصلت قبلها بسنين، ايام كنا بنصور انا ووفاء مسلسل اسمه صور مجرى العيون، انا شفت وفاء بتتخانق مع مدير الانتاج بتبهدله عشان عمل ايه؟ علشان جاب لها الاكل بتاعها قبل اكل المساعده بتاعتها. انا قعدت افكر هل بتتخانق دي علشان تاخد اكل المساعده ممكن تبهدلها وتحرقها؟ طب ربنا خلاني انا ليه اشوف ان هي جايين البنات دول سلام يا ريان ما فيهمش حاجه، والله ما فيهم حاجه، بدليل الست خبطت لفت بيهم لفتها تشتغل عندي ولكن تكلمي كلمي ماجده. طب يعني ما تقوليش انا ولا انا ما شفتش الا البنت اللي حلوها شعرها، ان قالت لي عندها قراع انجليزي. انا اصلا قراع انجليزي ده بيهدي يعني ايه قراع انجليزي؟ انا بصراحه ما كنتش عارفه ايه قراع انجليزي. فقلت لها تمشي انا عشان كده، لا 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 ما تمشيش، لو كانوا البنات دول قعدوا عندي هل كان ممكن انا يقول عليا انا بقى حرقتهم؟ هي كلمتني فعلا، ما اعرفش الرساله دي كانت بقالها قد ايه. تمام لما قريتها قلت يا نهار ابيض يبقى في حاجه، فكلمتها كانت كانت الساعه 7:30 جدا. فقلت لها مالك ميامتي ايه؟ قالت لي والله انا متضايقه وتعبانه جدا ونفسيا تعبانه وبتبكي. في ايه يا ميامتي؟ فهميني انا عايزه تفهمي، انا قصدي تفهمي. انت قلت نظرك ايه؟ انا قلت نظري ايه؟ انت خايفه وكل واحد خايفه منها، خايفه منها. طب انت عارفه شهاده الحق ازاي؟ الناس اللي بتتكلم وما بتتكلمش لا 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 لا
سمعنا الفنانة هند عاكف وشفنا بكاء الفنانة وفاء مكي والحسرة اللي جواها طبعا على عمرها اللي ضاع وعلى ابنها اللي حتى أصدقائه إلى الآن بيعيروه بموقف مامته وباتهام مامته اللي عدى عليه سنين طويلة طبعا. وشفنا كمان موقف نقابة المهن التمثيلية وموقف محامي النقابة. إن شاء الله الموضوع هيمشي وياخد مجراه القانوني مرة تانية، ولكن بداية كده لازم نقدم الدعم للفنانة وفاء مكي ونقول لها إن شاء الله براءتك هترجع، وكفاية إن ربنا أظهر دلوقتي براءتك عن طريق ظهور طبعا ميار. وبنقول برضو الميار إن حتى لو كانت غلطت ولكن دلوقتي أنا الأوان إن هي تصلح غلطتها وتقول شهادة الحق، وإن شاء الله كل دوا وإن شاء الله الأزمة دي تعدي على خير وترجع الفنانة وفاء مكي مرة تانية تقف على رجلها، وربنا يعوضها خير عن كل الأيام اللي فاتت، ولازم تقدموا لها الدعم. وعايزين نقول بقى في آخر الفيديو لكل الناس وللناس اللي هي أصحاب النفوذ اللي بتستغل نفوذها زي ما رجل الأعمال ده واستغل نفوذه وضيع حياة الفنانة وفاء مكي، حرام عليكم، لأن في الأول وفي الآخر في رب فوق بيكون شاهد على كل تصرفاتنا، والحياة دايما والدنيا دوارة، وفي النهاية ما بناخدش أي حاجة غير عملنا. ويا ريت يا ريت يا ريت بصوا ربنا في كل تصرف من تصرفاتكم، راعوا ضميركم وراعوا ربنا في كل التصرفات، وبلاش الانتقام وبلاش موضوع الانتقام، لان بالفعل عمر الانسان بيخلص وما يبقى له الا عمله. هاي بنقول للفنانه وفاء مكي وللفنانه ميار الببلاوي شكرا على شهادتك اللي اظهرتيها حتى لو كانت متاخره. بشكركم جدا جدا لحسن الاستماع للحلقة، إن شاء الله هنتابع تفاصيل الموضوع أول بأول. معكم ياسمين اليوتيوب وقناة ياسمين اليوتيوب وأخبار النجوم. برحب بكل الضيوف الجدد اللي انضموا للقناة، وإن شاء الله دايما نكون عند حسن ظنكم.